اشاره نيمار عينه على شباك لجيروندان، نيمار يسدد جول. روعه 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 روعه، لمسه ساحره برازيليه. اي جمال نادى، اي اداء نادى، اي سحر لاتيني نادى. اعطينا الاعاده يا مخرج المباراه، اعطينا الاعاده مخرج المباراة. هاولاهم البرازيليون، هذا هو السحر البرازيلي. تعاني من باك دي برانس، يسلم على المرمى. و و و و و و و جول. فعل الماتادور كافاني، فعل الماتادور كافاني، يحقق الأمانية الباريسية بالثنائية يضرب بالقوة الباريسي في الربع الساعة الأولى. نعم، بلمسة من نيمار، بلمسة من نيمار، هو من هندسة، هو من خطط للعملية، هو من مرر. بينما انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى، هنا يوري عرضية. يسجلون، حتى المدافعون يبدعون. يوري ينطلق من الجهة اليسرى، يوري يحضر من يمين دون رقابة، يضع في المرمى. يا حظك العاثر اليوم يا جول. ممكن ممكن التسديد في العمق، ممتازة ممتازة. جول، هي جول، هي جول. الحكم يعطي الإشارة. نيمار نيمار نيمار، أوه نيمار الرابع كما كان متوقع، الرابع يصعد الأنصار ويصعد كذلك كافاني في أمسية الاستمتاع. الكل فعلا يشيد ويستمتع بهذه السيمفونية الأكثر من رائعة، سيمفونية باريسية هنا بمسرح الباك دي برانس. وكيليان وحده، كيليان وحده يرفع. الخامس باريسي، الخامس باريسي، 55 بي اس جي، 55 بي اس جي في الشوط الاول مثالي، في الشوط الاول رائع. يا سلام على فنياتك. طبعا مره من نادي باريس سان جيرمان، بينما لدينا كره وفرصه. السادس جول، تسجل يا كيليان يا مبابي. فعلها الغزال، يمشي كالغزال، يمشي على طريقة تيان.